يا مستر محمود، مساء الخير، ازيك يا استاذ روبير؟ الاعلامي والكاتب الكبير منور فضفاضه يا فندم. والله انت اللي منور، ومعالي الدكتور، اشكرك وحلقة اشكرك. جميلة موفقة، ويعني انا استفدت كتير جدا جدا من الحوار، واستفدت كتير معلومات، ويا رب يكون كل المشاهدين بيتابعوا ويستفيدوا من شكرا هذه لحضرتك. الحلقة المميزة. هو يعني بيني وبينك الدكتور معايا موسوعة، ولو تاخد بالك انا تقريبا ما اتكلمتش، يعني انا قاعد بستمع وبأنهل من علمه الغزير عشان نستفاد. يعني انا بتهيألي الحلقة دي تدرس يعني من المعلومات القيمة اللي هو فيها يعني. وده اشكرك. بيأكد يعني قيمة العلم اللي احنا دايما بنتكلم فيه. بالظبط. العلم له الأولوية وله الصدارة دائما في حل مشكلات الوطن. يعني احنا دايما بنطالب كإعلاميين بأن متصدري المشهد يكونوا من الأكاديميين والمفكرين والقادرين على حل إيجاد حلول للمشكلة، يعني بشكل يعتبر غير مسبوق، أو نقول عليه بشكل فيه ابتكار يعني. طبعا معالي الدكتور، انا بتابع الحلقه من الاول بدايه خالص، يعني تقريبا تحدث في كل مناحي المشكله، واضاف معلومات كتير جدا ممكن تكون كانت خافيه عن بعض الناس، يعني عن بعض المشاهدين. وانا بحييه يعني، وبحييك على الفضفاضه أشكرك. الجميله بتاعت النهارده دي، لان ده موضوع ما يهمش مصر بس، ده يهم يعني المنطقه العربيه كلها. هو الموضوع يهم المنطقة العربية، وأنا أضيف على حضرتك ويهم العالم. يهم العالم ليه؟ علشان مصر صبرة، والموضوع زي ما قال الريس حياة أو موت، وزي ما أنا ما بقول حياة أو حياة. يعني إحنا ما فيش احتمال، وزي ما عم مشيل الراجل الكبار الجميل قال لك احنا زي ما هم عايزين يعيشوا احنا عايزين نعيش. فاحنا النهارده برضو بنبقى عارفين ايه البدائل وايه البدائل، مش معناها ان هنسيبهم كده. لازم نطمن، لازم ولادنا يطمنوا، لازم شعبنا واخواتنا وحبايبنا يطمنوا. حضرتك شايف الموضوع من انهي منظور استاذ محمود عبد السلام؟ والله انت دلوقتي يا روبير ذكرت نقطة مهمة جدا، احنا عايزين هم يطمنوا وعايزين احنا كمان نطمن. يعني بالظبط. المشكلة عند اثيوبيا مش مشكلة ان هي بتحاول تلاقي حلول للتنمية او حلول اقتصادية او لا خالص. اثيوبيا الغرض من السد هو غرض سياسي بحت، ما بعيدا بعيد تماما عن مفهوم التنميه. ولو هو مشكله اثيوبيا في التنميه، كان ممكن يبقى فيه نوع من انواع التعاون ما بينها وما بين دول حوض النيل، ويعني اولهم مصر. ومصر عرضت الكلام ده اكثر من مره، وكان فيه يعني مبادرات للتعاون كتير ما بين مصر وما بين اثيوبيا. لكن مشكله اثيوبيا الحقيقيه ومن وراء اثيوبيا هي التحكم في ماء النهر. يعني عشان احنا نقدر نتصور الموضوع، النيل بالنسبه لمصر هو الشريان الحيوي اللي بيمدها بالحياه. لو انقطع هذا الشريان انقطعت الحياه عن مصر. فاثيوبيا يعني تفهم هذا الكلام فهما جيدا، ومن وراء اثيوبيا يفهموا هذا الكلام فهما جيدا. عايز الفت النظر ان في اكتوبر الماضي كان في ندوه في تل ابيب، وكانت حضرها أقامتها السفيرة الأثيوبية في تل أبيب، وكانت حضرها هي، وكان حاضرها مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، كان يتصدرهم أحد الخبراء في الشؤون الأفريقية. ولما أخذ الكلمة، طبعا السفيرة الأثيوبية قالت بالحرف كده الواحد إن إحنا مصر يعني مش هتفضل طول عمرها متحكمة في مية النيل، وإحنا من حقنا. الكلام اللي بيتردد الآن، لكن هو قال كلام بقى هو ده اللي نقدر نفهمه من وجود السد، ايه اسباب وجود السد. هو قال كده بالحرف الواحد، هو اكاديمي في جامعه تل ابيب في متخصص في الشؤون الافريقيه، قال الاتي، وحضرتك ركز معايا في اللي قال. معاك يا فندم قال قوي. ان اسرائيل تعلن من هنا، او يعني احنا بنقول ان خلاص سيطره مصر على مياه النيل انتهت، وان سد النهضه احنا من خلاله او اثيوبيا من خلاله
هتسيطر على ميه النيل تماما، واحنا 3 سنين او 4 سنين بالكثير وبحيره ناصر هتفضى، وامريكا هتستثمر حوالي 70 مليار يعني دولار في تحليه المياه في مصر، عشان يعني تحلي حوالي 6 مليار متر مكعب من المياه، وان كده خلاص مقادير مصر بقت في ايدينا. المعنى ده لو احنا وقفنا قدامه وحللناه هنكتشف البعد الحقيقي من وجود السد. السد اثيوبيا انتهت من بنائه، وانا شايف ان وجود السد في حد ذاته هو الخطوره، مش المساله في مساله الملء او عدم الملء، الملء الاولاني ولا الثاني ولا الثالث، لا، ان السد من اصله ما كانش المفروض يبقى موجود. لان انا ما ينفعش ان انا اجي قبل شقتك واحط محبس على الميه بتاعتي وبعدين نقعد نتفاهم بعد كده. يعني ما علينا، السد بقى امر واقع. طيب الحلول المطروحه دلوقتي ايه؟ احنا لو بصينا على الخريطه دلوقتي يا استاذ روبير، اوعى اكون خدت من وقتك. لا احنا مستمتعين يا فندم، اتفضل. لو بصينا على خريطه الاخليم دلوقتي هنلاقي ان سوريا دلوقتي تقريبا في طريقها للتقسيم، ليبيا في نفس المحنه، العراق في نفس المحنه، اليمن في نفس المحنه. هنلاقي ان مصر هي الدوله الوحيده لغايه دلوقتي اللي واقفه على رجليها اللي بتقاوم كل الطموح الاستعماري والاحتلالي في المنطقه العربيه. في بعد تاني، عمليه الضغط على الدول العربيه للتطبيع مع اسرائيل هو فيها نوع من انواع التهميش لدون مصر العربي، لان هم عايزين يدوا القياده لاسرائيل. انت متصور؟ ايوه. موضوع سد النهضه باختصار شديد هيدي قوه لاسرائيل غير طبيعيه للتحكم في المنطقه، لان هيخلي مصر في حاله ضعف. طيب الحل ايه؟ الناس اللي بتطرح الحل العسكري دلوقتي، الحل العسكري ما هوش نزهه، يعني احنا مش هنروح ناخد طياره نضرب السد ونكسره وهنرجع وخلصت الحد. له تبعات كتير وهتاثر علينا لمده سنوات، خصوصا ان في دوله زي الصين مستثمره فيه، ودوله زي السعوديه، ودوله زي الامارات. فانت لما بتضرب بالسد انت بتضرب مصالح دول كتير، تضرب استثمارات. بالظبط كده. طب الحل ايه؟ اذا كان الحل العسكري طبعا هو حل مطروح، لكن مصر بتحاول بقدر الامكان، في تقديري الشخصي يعني، طبعا انا مش مطلع يعني على الاحداث السياسيه بشكل بس متعمل. حضرتك محلل جيد، محلل جيد يا فندم، احنا نحب نسمعك. يعني قراءه للموقف يعني. تمام. مصر بتحاول تستنفذ كل الامكانيات السياسيه في حل المشكله. هيبقى 10% او يبقى 1% او لغايه ما تنتهي كل الطموحات والامال المعقوده على التفاوضات، ساعتها ممكن مصر تلجا للحل العسكري. لكن لو في 1% ممكن في امل، مصر هتظل تفاوض حتى تصل لحلول، لان الحل العسكري حل انا بتقديري الشخصي يعني مشكله كبيره. بشكر حضرتك يا أستاذ محمود على المداخلة القيمة، ويعني أنا دايما بأنهل منك من المعلومات. إن شاء الله لينا حلقة قادمة هنتكلم فيها عن المنظور السياسي للسد. شكرا لحضرتك.